السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، عندنا ايفون 6S بلس، مسكر اي كلاود، عليه اصدار 15.8. نعمل له تخطي لحساب الاي كلاود باعداد اي اف تي برو. يا ريت بالبداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشغل ده مباشرة، ننتظر لغاية يكتمل عملية التشغيل، يعمل ابديت. طبعا هي نزلت تحديث جديد بخصوص الاجهزة المفتوحة، ولكن يعني ما بتعرف كلمة السر الموجودة على الجهاز، فمش عارف تعمل تسجيل الخروج. نزلوا طريقة لهاي الاداة. وطبعا الاجهزة الداعمة اللي هي الاجهزة بالنسبة للايباد والايفون، نقدر هيك نمشي عليهم بشكل سريع، شوف ايش الاجهزة، شو الايبادات المدعومة. والان نتوجه لخيار ابل، مباشرة ندخل على وضع رام ديسك، والخيار الاول وهو اي او اس 11 ل 16. الجهاز في وضع التشغيل، نشبك وبعدين نعمل ستارت، نختار without change serial number، نضغط OK. لا تدخل الجهاز في وضع ديفيو مود، نضغط هوم، خفض الصوت وباور. مجرد ما طفى برفع ايدي كاملة وبرجع بضغط هوم. ليش؟ عشان ادخله في وضع الريكفري بالاول، بعدها ارجع ادخله بوضع الديفيوز. هلا بضغط هوم، خفض الصوت والباور، بنتظر لما تطفي الشاشة. 1 2 3، برفع ايدي عن خفض الصوت والباور وبضل ضاغط الهوم. بعد ما تطفي الشاشة بعد للثلاث، بعدين بشيل سباي وبضل ضاغط الهوم. هيك الجهاز دخل في وضع الركب. نضغط اوكي عشان يكمل العملية. ليش دخلته ريكفري بعدها ديفيو مود؟ عشان الجهاز ما يطلع من العملية ويشتغل وأنا خلال عملية تشغيل. هنا طلع لي الخيارات، شو الإصدار اللي عندك. أنا الإصدار عندي 15، فراح أختار 15.8، راح أختار اللي هي 15، بضغط أوكي، نكمل العملية. انا والله يا جماعة في شغلة مهمة لازم احكيها خلال الفيديو. بتعرفوا انا برد على كل التعليقات، يعني ما في شخص بعت لي اي شيء الا وجاوبته، الا برد على التعليقات. بس في شغلة صارت تصير معي جديدة يا جماعة، صاروا يعني انا حط مواقع التواصل انستغرام وحط تليجرام الجروب، صاروا يطلعوا من الجروب يحكوا معي على الخاص، وبنفس الوقت كمان صاروا اللي يبعثوا لي على الانستغرام. هلا انا ما عندي مشكله يعني انه بيبعثوا لي او كذا على الانستغرام، المشكله عندي صارت انه اللي بيبعث لي مسج، سواء انا الساعه عندي 4 الصبح او 5 الصبح، اذا ما رديت عليه بمسج مسجين وهو بيشتغل في جهازه او كذا، ما بتلاقيه الا هو رن علي تليفون، برنه يعني برن علي تليفون صحيني من النوم عشان عندي مشكلة والله حبيت استفسر منك. طب الساعة 5 الصبح انا شو اعمل؟ فانا راح اضطر اني انا الاقي اشي يعني للتواصل يكون في، ما يكون في عملية اتصال، يعني اعمل شغلة ما بعرف شو هي لغاية الان، او احدد في الجروب انه بس اللي بده عنده مشكلة بس يذكرها داخل الجروب، لانه بصراحة صار الموضوع مزعج كثير والله يا جماعة. يعني الساعة الآن أنا بصور في فيديو الساعة 3 الصبح، في شخص بعت مسجين ثلاث، وخلينا نختار هذا الخيار بس. هون بنختار الخيار هذا، هلو سكرين أكتيف ديفايس 15 16، نضغط أوكي. زي ما شايفين الجهاز دخل في وضع الرام ديسك لوحده والأمور طيبة وهي فكرة. بكل بساطة هيك يعني بحكي لي انه بدي استفسر منك استفسار. يا جماعة السلام عليكم ما حكي لي،
حتى المسجات اللي هو بعتها يعني، حتى سلام عليكم يعني سلم قبل ما يحكي يعني، اغلبك بعت لي اغلبك في جهازي بيعمل كذا. فالموضوع صار كثير يعني مزعج. انا يعني بحب اني اجاوب الكل وكذا، بس يعني انه لدرجة صار مزعج بالليل يعني، خصوصا يعني اللي بيحضر الفيديو بالليل بده يطبق، ما نجحش معه او في عنده مشكلة بيجي برن علي. هذا الشغلة انا راح اغير، راح الاقي لي شغلة تانية للتواصل الاجتماعي، يا اما عن طريق الفيسبوك اللي هي المجموعة، اسف صفحة الفيسبوك، رسائل الفيسبوك بدي الاقي لي طريقة يعني، ما بعرف شو هي بصراحة. ان شاء الله خير. هيك الجهاز زي ما انتم شايفين تمت العملية بالكامل، فتح الجهاز بشكل كامل. انترست اوكي، وهنا الجهاز فتح بهي الشاشة كمان طلعت اكتف يس، اوكي نو، اي كلاود اوف، اي دي لوك اوف. هيك الجهاز فتح معنا بشكل كامل. معلش انا حكيت كثير، بس والله يا جماعة الموضوع يعني تعبني، واذا في عندكم حل لهذا الموضوع يا ريت تحكوا لي، انه راح اسكر يعني التليجرام يعني الاشياء هاي اللي فيها اتصال، انا مش عارف كيف بدي يعني اوقف هاي الشغلات فيها، لانه صار الموضوع مزعج كثير يا جماعه. اغلب الناس بتشتغل بالليل يعني، اغلب الناس اللي بيقعدوا بيشتغلوا بجهازه او الايفون او كذا بيشتغلوا شغل بعد الساعه 1 2 بالليل. طب انا شو ذنبي؟ انا بدي انام، بدي اصحى على الشغل الصبح. على كل حال بنلاقي لها حل ان شاء الله. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشتركين الجدد في القناة بيسألوني مثلا ايفون 8 بلس بيزبط على اي اف تي، بيشتغل بايفون اكس، يعني بيسألوني على الادوات المدفوعة بالبداية. انا عشان اعطيك معلومة كيف انا بشتغل، انا بشتغل الجهاز يعني لو اجينا هون 7 بلس، هنا عندنا كمان 7 بلس، هي اداتين، هي 3 7 بلس وهي 4 7 بلس، وفي كمان اداه 5 7 بلس. فانا بشتغل الجهاز على كل الادوات بالبدايه، بشتغل على الادوات المجانيه. ليش؟ عشان في ناس ما بتقدر تشتري ادوات تستفيد من الفيديو، تشتغل وتفتح تليفونها بشكل طبيعي. فانت بالبدايه تيجي على اي فيديو تنزل وبتدور على نفس التليفون. يعني واحد سألني على ايفون 7 ما في أداة مجانية افتح الجهاز فيها، انت اللي ما بتعرفه اني انا عامل 6-7 فيديوهات لايفون 7 لحاله وكلهم ادوات مجانية. فانت بس ترجع رجوع شوي بالقناة للخلف، هيك بتلاقي انه كل الفيديوهات اللي انت بتدور عليها موجودة لكل جهاز. هون تلفون الاكس لما اجاني زبون اخترت اعمله على الاداة المجانية مش على الاداة المدفوعة. ليش؟ لانه عشان يستفيد منه اكبر عدد ممكن من الناس. لو بدي اعمله عشان الزبون، لو اني مش ضامن 100% انه راح يشتغل على الاداة المجانية كان عملته على اداة مدفوعة، كان عملته على ايو تولز. يعني الاداة موجودة عندي، بس انا ضامن ان هاي 100% راح تشتغل، فانا عملته على المجانية. لما يجيني كمان مرة اكس بعمله على اداة تانية، كمان مرة بعمله على أداة ثالثة. بس الأجهزة المتوفرة عندي أنا عملتها يعني على كل الأدوات. وياريت يا جماعة يعني تشتركوا بالقناة وتتفاعلوا في الفيديوهات واللايك، لأنه والله يا جماعة الفيديو الواحد يعني هذا جهاز السبن، عشان أنا أقدر أعمل فيديو على كل أداة، كل ما أخلص من فيديو لازم أدخل وأعمل له ضبط مصنع وأرجع أشغل الآي كلاود عليه وارجع احط له قفل وارجع اعمل له فيديو من اول وجديد. العمليه هاي يا جماعه بتاخذ معي بس الفورمات والسوفت وير ورد اعمل فيديو فوق الاربع خمس ساعات. فريت يا جماعه انه الاقي فيه تفاعل وتعبي، يعني يكون احس انه في فايده الناس مستفيده منه من التفاعل معكم. وكل أداة بتنزل جديدة، كل حدا بيقترح علي أداة أنا بعمل عليها فيديو مباشر. بس حبيت أضيف هاي الملاحظة. نراكم على خير إن شاء الله.